انتصف ليل القاهرة، نشرة إخبارية جديدة. طيب الله أوقاتكم، أهلا بحضراتكم. أهلا خير. أهلا أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نبدأ بالعناوين. رئيس المجلس الرئاسي الليبي يطالب بدور رقابي أممي على جهود الإنقاذ والتعافي بالمدن المنكوبة. رئيس الأركان الأمريكي يؤكد أن الهجوم المضاد الأوكراني لم يفشل وطريق انتصار أوكرانيا لا يزال طويلا. رئيسة الوزراء الإيطالية تدعو إلى تعاون أوروبي لمواجهة الهجرة غير القانونية. البداية مع تطورات العاصفة دانيال في ليبيا. نداء استغاثة، نداء استغاثة. اقترح المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله الباتيلي إنشاء آلية شاملة للإشراف على جهود التعافي بعد فيضانات ليبيا وتحديد الأولويات وضمان المساءلة. وشدد باتيلي خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي على أهمية تكثيف جهود الإغاثة بطريقة عاجلة وموحدة ومنسقة، وعلى الحاجة الملحة لتوحيد المؤسسات الوطنية للاستجابة بفاعلية لجميع التحديات التي تواجه الأمة. من جانبه دعا المنيفي لدور رقابي أممي على عمل اللجنة المالية العليا وجهود الإنقاذ والتعافي بالمدن المنكوبة من الفيضانات. من جانبه أعلن الاتحاد الأفريقي تفعيل آلية إدارة الحوادث لدعم ليبيا في جهودها لإزالة الآثار الناتجة عن الفيضانات العارمة التي ضربت شرق البلاد. وأوضح رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي أن تفعيل آلية إدارة الحوادث ستشمل عقد اجتماعات منتظمة مع البعثة الليبية لدى الاتحاد. أشار فقي إلى بدء مفوضية الاتحاد الأفريقي في نشر فرق من الخبراء المتخصصين بعدد من القطاعات المختلفة داخل ليبيا، من بينهم خبراء في الزراعة والبيئة ومكافحة الأمراض والوقاية منها، لدعم ليبيا في تجاوز هذه الأزمة. وقد نفى الهلال الأحمر الليبي الحصيلة التي أوردتها الأمم المتحدة بوجود 11300 ضحية جراء الفيضانات في درنا. واعتبر توفيق شكري المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي أن مثل تلك التصريحات تربك الوضع لا سيما لدى ذوي المفقودين. لا يزال الوضع في مدينة درنا الليبية مؤسفا، بين مناطق منكوبة وبيوت مهدمة وجثث لم تعرف هوية أصحابها، بينما تحاول الأجهزة المعنية اتخاذ التدابير العاجلة لمواجهة الأضرار الجسيمة مع تزايد المناشدات السكانية للسلطات من أجل التدخل العاجل لإنقاذهم. المزيد عن الآثار دانيال والمناطق المتضررة في ليبيا عبر تقنية الواقع المعزز مع زميلة دما الكردي. طرق مدمرة، مدارس مغلقة، مناطق منكوبة وبيوت لم تعد كما كانت. هكذا الوضع في مناطق ومدن عدة شرق ليبيا، لا سيما درنا والبيضة وسوسة،
الأكثر تضرراً جراء الفيضانات والسيول التي خلفها الإعصار دانيال القادم من وسط البحر المتوسط. ومع وصول الإعصار إلى اليابسة تحولت الأمطار إلى سيول غزيرة تدفقت نحو المناطق المنخفضة والساحلية، بينما تحاول الأجهزة المعنية اتخاذ التدابير العاجلة لمواجهة الأضرار الجسيمة، مع تزايد المناشدات السكانية للسلطات من أجل التدخل العاجل لإنقاذهم. في درنا المدينة التي أعلنت منطقة منكوبة كانت الطامة الكبرى مع انهيار سدين بسبب شدة السيول لتخرج المدينة بالكامل عن السيطرة وسط انقطاع وانهيار كامل للخدمات. الوضع الكارثي ازداد سوءاً مع انجراف المنطقة الموجودة بجانب الوادي بالكامل إلى البحر، الأمر الذي خلف آلاف الضحايا والمصابين والمفقودين. وأدى هطول الأمطار التي تقدر بنحو 250 مليمتر أي 10 بوصات في غضون ساعات قليلة إلى فيضانات واسعة النطاق وانهيارات طينية خطيرة. وقوع قرية سوسة في منخفض جبلي جعلها أكثر القرى تضرراً، حيث تسببت المياه في إزاحة البيوت من أماكنها وغمرت المواطنين وممتلكاتهم وسط ضعف كبير في الإمكانيات، مما ساهم في زيادة عدد الضحايا والبيوت المهدمة. في ليلة وضحاها إذن تحولت منطقة الشمال الشرقي الليبي لمنطقة منكوبة بعد عاصفة مدارية قوية جعلتها تعيش في واقع مرير قد تطول آثاره لسنوات. وصلت إلى قاعدة طبرق البحرية حاملة المروحيات المصرية المسترال للعمل مستشفى ميداني في ليبيا، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه مصر لإغاثة المنكوبين من ضحايا الفيضانات وفقا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. أفاد موفد القاهرة الإخبارية بأن حاملة المروحيات المصرية تحمل نحو 100 حاوية من المساعدات المختلفة وفرق عمل متكاملة للإغاثة الإنسانية، هذا بالإضافة إلى أعداد كبيرة من عربات الإسعاف وغرف عمليات مجهزة ومستشفى متكامل. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من درنا الدكتور عيسى الشلبي أستاذ إدارة الأزمات. مرحبا بك دكتور عيسى. أهلا وسهلا بك. بداية، كيف تقرأ آخر مشاهداتك لهذه الأزمة في ليبيا؟ يعني الاتحاد الأفريقي أعلن عن تفعيل إدارة الحوادث لدعم ليبيا، كيف يمكن إدارة هذه الأزمة المأساوية بطريقة صحيحة تضمن وصول كل المساعدات لكل الليبيين؟ شكرا سيدي الكريم على هذه الاستضافة. نحن الآن خرجنا من مرحلة الصدمة الأولية لهذه الكارثة، والآن وصلنا إلى دخلنا في مرحلة التعاطي مع هذه الكارثة. هذه الكارثة نجمت عنها عدة أزمات، أزمات بيئية، أزمات صحية، أزمات هجرة، أزمات مواصلات، أزمة اتصالات. نتجت عن هذه الكارثة عدة أزمات. الآن بدأنا نتعاطى مع هذه الأزمات الثلاثة، تشكيل مجموعة من الفرق المتخصصة والتي تحتاج إلى المزيد من الدعم الدولي والمحلي من كافة الدول الأفريقية والدول العربية والمجاورة خصوصا. الآن أصبح الوضع حاليا شبه أن هناك انعدام عن عدم وصول العثور على أحياء. بدأ الأمر يتضاءل قليلا وقد دخل في مرحلة جديدة ومرحلة البحث عن جثث الضحايا فقط وليس عن أحياء. دكتور عيسى، يعني استكمالا لهذه الجهود المشرفة التي نشاهدها، برأيك هل ستنجح السلطات في انتشار المزيد من الجثث، وهل بالفعل من الممكن إعلان مدينة درنا موبوءة بسبب كثرة الجثث؟ لا شك أن هناك مازال عدد كبير جدا من الجثث تحت الإنقاذ،
وإذا استمر هذا الوضع لأسبوعين قد نتعرض إلى أزمة بيئية حقيقية، رغم أن هناك جهود حاليا تبدأ في سبيل التعقيم والرش تفاديا لأي حدوث أو كوارث بيئية. الكارثة البيئية الآن حاليا التي نواجهها حاليا هو البنية التحتية من الطرف الصحي التي انهارت معظم شبكات الصرف الصحي في هذه المناطق، كذلك تلوث مياه في الشرب نتيجة اهتمام هذه المدينة على المياه الجافية ومياه الآبار، لا أصبحت هذه المشكلة الحقيقية التي نواجهها هذه الأيام. دكتور ياسر، سؤال أخير، يعني كيف يمكن متابعة إدارة الأزمة والأزمات في هذه المناطق المنكوبة؟ كيف نتابعها أولا بأول؟ هنا الأزمات، إدارة الأزمات في هذه المدينة تدار من شقين. الشق الأول هو الشق المدني الذي أسند إلى السلطات المحلية، وذلك من خلال توزيع الأدوار في كافة القطاعات على إدارة هذه الأزمات، كل قطاع على حدة. كذلك هناك شق آخر هو الشق الأمني والشق العسكري، وهو عبارة عن دعم لوجستي لتنظيم حركة السير لفرق وحركة السير وتأمين فرق الإنقاذ وعزل المناطق التي ما زالت تحت البحث والإنقاذ. طبعا قلوبنا مع شقائنا الليبيين للخروج من هذه المحنة. شكرا دكتور عيسى الشلوي أستاذ إدارة الأزمات، شكرا جزيلا. شكرا. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أنها سترسل 28 طنا من مساعدات الإغاثة إلى مدينة درنا الليبية لمساعدة المتضررين من إعصار دانيال. وقالت المنظمة إن المساعدات تأتي استجابة للوضع الإنساني في الشرق الليبي جراء تداعيات الإعصار، مؤكدة أنها ستدعم ما يصل إلى 50,000 من المتضررين من السيول العارمة التي عاقبت العاصفة. أضافت أن إجمالي المساعدات المتوقع إرسالها خلال هذا الأسبوع يبلغ 67 طنا. مشاهد نهاية العالم التي صورتها أفلام هوليوود لا تختلف كثيراً عن هذه اللقطات. الفارق الوحيد أن الأولى دوماً تكون من نسج خيال المخرج، بينما هذه الصور تجسد واقعاً أليماً لكارثة أودت بحياة الآلاف جراء إعصار دانيال الذي اجتاح شرق ليبيا. هنا درنا المدينة المنكوبة بعدما تحولت شوارعها إلى أحياء مهجورة، حتى المناطق التي كانت ذات يوم مركزا تجاريا رئيسيا لم يكسر حالة الصمت فيها إلا صوت هرير الرياح أمام المباني المدمرة. على الواجهة البحرية لدرنا حيث يمكن رؤية السيارات المدمرة فوق حواجز خرسانية وأخشاب متناثرة فوق برك محلة، لا تزال آلات الحفر تعمل على تمهيد الطرق لفرق الإنقاذ، بينما أزيز طائرات الهليكوبتر يدوي في السماء وهي تبحث محمومة عن جثث أو ربما ناج أو أكثر. مياه الفيضانات تركت خلفها مشاهد خراب تبدو معها أجزاء كبيرة من المدينة من جانبي النهر، وكأن زلزالاً قوياً ضربها، بينما تحذر منظمات إغاثة من المخاطر التي تشكلها الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر غير المنفجرة التي قالت الأمم المتحدة إن بعضها جرفته المياه والسيول إلى مواقع أخرى سبق وأن جرى إعلانها خالية من الألغام. الأرقام الرسمية تكشف أجزاء من هول الكارثة حتى وإن كانت مجرد إحصاءات أولية قابلة للتغيير، اشترك فيها البشر والحجر في المعاناة،
فباتت معها درنا لوحة سوداوية عنوانها كان هنا يوما ما مدينة. وقد ذكرت السلطات الليبية أن الأضرار التي تعرضت لها مدينة درنا نتيجة العاصفة المدمرة بلغت حتى الآن 6142 مبنى مدمرا. وأوضح فريق الطوارئ الليبي بأن في بيان له أن عدد المباني المدمرة بشكل كامل بلغ 891 مبنى، بينما المباني المدمرة بشكل جزئي بلغت 211 مبنى، في حين قدرت المباني التي غمرها الوحل بنحو 398 مبنى. وأشار البيان إلى أن المساحة الإجمالية للمنطقة التي غمرتها السيول والفيضانات في درنا قدرت بستة كيلومترات مربعة. بعد أسبوع من الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنا على سواحل شرق ليبيا، تواصل أجهزة الإسعاف الليبية بمساندة فرق أجنبية البحث عن آلاف الضحايا والمفقودين جراء الكارثة. وضربت العاصفة دانيال شرق ليبيا مصحوبة بأمطار غزيرة، فتسببت في انهيار سدين بأعلى درنا، ما أدى إلى فيضان النهر الذي يعبر المدينة بصورة خاطفة، فتدفقت المياه الجارفة لتدمر كل ما في طريقها من أبنية وجسور وطرق، مخلفة آلاف الضحايا. ووسط الخراب الذي عم المدينة يجري انتشال جثث كل يوم من تحت أنقاض الأحياء المدمرة أو من البحر ودفنها، حيث أفادت السلطات الليبية أنها باشرت عملية تعداد الجثث التي دفن المئات منها على عجل في الأيام الأولى من الكارثة بعد التعرف على هوياتهم. وتعلن فرق الإغاثة الليبية والأجنبية يوميا العثور على جثث، لكن أطنان الوحول التي طمرت قسما من المدينة تجعل عمليات البحث شاقة، ويضطر المسعفون في غالب الأحيان إلى إزالة الوحل بواسطة مجارف بحثا عن الجثث تحت أنقاض المباني المدمرة وإزاء جسامة الكارثة. تبقى التعبئة الدولية قوية، وتتواصل حركة طائرات المساعدات التي تحط في مطار بنينة في بنغازي كبرى مدن الشرق الليبي، فيما يتواصل توافد فرق الإغاثة من منظمات دولية ودول أجنبية في محاولة لتخفيف وطأة الكارثة التي عصفت بالبلاد وفاقمت معاناة الشعب الليبي. يعاني مزارعو القرى الواقعة شرقي ليبيا من جراء تضرر أراضيهم الزراعية وفقدان إنتاجياتها بعد غرقها بمياه الفيضانات والسيول الناجمة عن العاصفة دانيال. وتسببت كارثة الفيضانات في خسائر اقتصادية كبيرة في قطاعات البناء والبنية التحتية بعد انهيار آلاف المنازل والمنشآت، إضافة إلى خسائر القطاع الزراعي والثروة الحيوانية. في قرية قريبة من مدينة البيضاء الغارقة بمياه الفيضانات شرق الساحل الليبي، يعاني المزارعون فقدان أراضيهم وسبل عيشهم. وبدأت ملامح الخسائر الاقتصادية الكارثية من الفيضانات التي ضربت مدن الشرق الليبي تتكشف، حيث جاء قطاع البناء والبنية التحتية في المقدمة على وقع انهيار آلاف المنازل والمنشآت، ثم تلا ذلك القطاع الزراعي والثروة الحيوانية من خلال تجريف مساحات شاسعة من الأراضي. الأراضي سببها الانجراف، السيل هذا انجراف الوادي هذا بالكامل. لا عاد فيه تو لا طريق لا فيه ضي لا فيه مي. أنا نقصت من المية، ما عنديش مية. تمام، الأرض هذه تو كانت خصبة وكان تو كانت زراعية قمح شعير. تمام، أضرار مادية كلها، بشرية ما عندناش فضل من الله سبحانه وتعالى، ما عندناش بشرية. وجرفت أحياء بأكملها أو دفنت في الطين البني بعد انهيار سدين جنوب مدينة درنا الليبية في يوم 10 سبتمبر، ما أدى إلى جريان السيول من مياه الفيضانات على مجرى نهر جاث. هذا هاي فوق منه 30 نفر، 4 عائلات كانوا قاعدين يرجوا في رحمة ربي لفوق بس، وقعدت نحبي ماذا شوف شوف كتينة مسلح طاحتها. فقدنا الزراعة، فقدنا المية، فقدنا سياراتنا، فقدنا الدنيا كلها. ذاك أنا مع أخوتنا اللي في درنا مرينا شيء بالكامل.
فاتورة ثقيلة من الأرواح البشرية، وأخرى أثقل من الخسائر الاقتصادية التي لا تزال السلطات الليبية في مرحلة إحصائها. لكن المشاهد القادمة من مدن الجبل الأخضر يمكن أن تعطي صورة عن حجم الكارثة، إذ تشير التقديرات الأولية إلى أن أكثر من 30,000 منزل تضررت بفعل السيول، ثلثها دمر بشكل كامل، إضافة إلى انهيار عدد من الجسور ودمار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وفقدان آلاف رؤوس المواشي. عقد القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر اجتماعا ضمن سلسلة الاجتماعات المتعلقة بتداعيات العاصفة المتوسطية دانيال. وأفاد بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أن الاجتماع ضم رئيس الأركان العامة فريق أول عبد الرازق الناظوري ومدير مكتب القائد العام والأمين العام للقيادة العامة ورئيس أركان الوحدات الأمنية، وبحث الاجتماع تطورات عمليات البحث والإنقاذ والعمل على توفير كل ما يلزم لتسهيل عمل الفرق المحلية والدولية في مدينة الجبل الأخضر والساحل الشرقي. الآن نتحول بحضراتكم إلى تطورات زلزال المغرب. تشارك المروحيات في عمليات إجلاء المتضررين من المناطق المنكوبة جراء الزلزال. وقد وفرت السلطات المغربية 4 مروحيات لإجلاء المتضررين ونقل المصابين للمستشفيات، وتعمل فرق الإغاثة في توفير المساعدات الغذائية للمحاصرين في مناطق قروية عزلتها الصخور والأحجار الضخمة عقب الزلزال. ومع مرور أكثر من أسبوع على زلزال المغرب بدأت تتكشف حجم الخسائر الهائلة الناتجة عن تلك الكارثة الطبيعية. وألقى الزلزال بظلاله على أهالي القرى المدمرة الذين باتوا يعانون الأمرين من فقدان المأوى وضياع مصادر الرزق. ترك الزلزال في المغرب عدة بلدات مدمرة بشكل كامل، لم يتبقى منها سوى شهادات موجعة يروي ساكنوها لحظات صعبة مرت، لكن آثارها لا تزال راسخة في وجدانهم وذاكرتهم. خسائر فادحة تكبدها أصحاب المتاجر في قرية تلات نيعقوب ناجمة عن الزلزال الذي أدى إلى تدمير المباني في منطقة جبال الأطلس الكبير. بين الركام جلس مسن مغربي بعدما دمر الزلزال متجره في القرية ومنزله الذي كان يأوي أفراد أسرته، بينما بات أطفاله يفترشون الأرض داخل خيمة إيواء. وكان لصاحب متجر آخر قصة مماثلة، لكن على الرغم من خسارته عمله الذي دام 30 عاماً ظل ممتناً لأنه لا يزال يحتفظ بعائلته في حين فقد كثيرون آخرون عائلتهم وذويهم في الزلزال. رغم مرور أكثر من أسبوع على الزلزال القوي الذي خلف دماراً هائلاً وسوى أغلب المنازل الهشة المبنية بالطوب بالأرض، فلا يزال القرويون في تلات نيعقوب يمشطون أنقاض وحطام المباني المدمرة في محاولة لإنقاذ أي ممتلكات أو طعام. في إقليم الحوز وسط المغرب بات يطغى مشهد المباني المهدمة والركام والمخيمات التي تنتشر في الكثير من ربوع المنطقة التي كانت الأكثر تأثراً بضربة الزلزال العنيف بحكم قربها لمركزه.
هذه الخيام بما توفره من أمان واستجابة لاحتياجات الحياة اليومية تسهم بشكل كبير في التخفيف من هول الكارثة الطبيعية وتداعياتها. هذا المشهد أصبح مألوفاً في أقليم الحوز المغربي بعد الزلزال. خيام تنتشر في أمزميز، واحدة من بلدات الأقليم والتي تنتمي إليها الكثير من القرى المتناثرة في جبال المنطقة. بعض الأهالي حصل على خيمة من السلطات، والبعض الآخر صنع بنفسه خيمته. أنا صوبتها بوحدي، أنا والمرأة والدراري كيعاونوني تنصوبتها على الشتاء، والحمد لله راه كل شيء غيفوت هذا الشيء ديال الله تعالى. أصبحت هذه المخيمات توفر أرضاً آمنة للناجين من الزلزال، وفي ظل الوضع الجديد تنوعت الاحتياجات. أنا بنيتي تتمنى منكم والله تبارك وتعالى ديري لي في نسكم، هذا الشيء اللي كنطلب. ما نهدرش على شي واحد، تنهدر على راسي، ما خاصني الحمد لله، واخا ناكل غير خبز الماء. نادية ومجموعة من الأقارب والأصدقاء والجيران ينسقون جهودهم لتجميع المساعدات المختلفة، ومن ثم الاستجابة لاحتياجات القاطنين في المخيمات. دابا اش بغينا حنايا نمولين أمزميز والنواحي ديال أمزميز، سورتو هادوك الباليت، دوك الباليطات ديال الخشب، حيت دابا غيجي الشتاء وغيجي البرد. دابا لي طونط كاينين، ولاو شويه بعدا ولاو متوفرين الناس، ولكن خاصنا لي باليت، حيت الا كانت الشتاء غادي يكون غيكون الماء، يعني كاع داكشي اللي مفرشين الناس بالارض كلشي غادي يمشي. تلتقي نادية بخالد احد المتطوعين ايضا هنا في هذا المستودع الذي تملكه العائلة، وتحول منذ ضرب الزلزال إلى مركز تجميع للمساعدات. المشكل اللي كاين هو كاين في الأسرة، احنا عندنا تنحاولوا أننا نشوف من مدن أخرين باش نلقاو بعض الأسرة والأغطية، حيت دابا جاي المشكل ديال البرد. دونك هذا هو هذه من قضية المعونات، من قضية البنية التحتية الأساسية، المشاكل ديال المراحيض وديال الحمام. أوقات تجلى فيها تضامن المغاربة فيما بينهم، مثل هذا الشاب ورفاقه الذين سخروا أنفسهم لمساعدة ضحايا الزلزال. حنا جينا من مدينة كازا، جينا نطوعوا معاهم، يعني حنا ضاربين كيلومتراج، جينا عدد الناس هادو هنايا راه ما عندهم لا ضو لا حتى شي حاجة. إلى جانب احتياجات الحياة اليومية يفكر الأهالي في مستقبل أطفالهم. المسائل اللي خاصين بزاف هو المدرسة، الدراري خصها أصلا المدرسة، وخصها شي حاجة، لأنه دابا جاي فصل الشتاء وغادي نعانيو بزاف، ماشي حنا كنعانيو في هذه اللحظة هذه، يعني غنعانيو من بعد هذه اللحظة هذه. تضامن تآزر وتعاطف، هكذا كان رد المغاربة على الزلزال، ما يبرز بوضوح وعيهم وتحملهم مسؤولية الوقوف إلى جانب بعضهم البعض. هذه الخيام أصبحت البديل الوحيد المتوفر عن المنازل التي هدمت بالكامل أو أصابتها تصدعات جراء الزلزال. بلا شك هي لا تحتوي على مظاهر الرفاهية، ولكنها توفر ضروريات العيش في زمن الزلزال. نسري رمضاني من قرية أمزميز المغربية هنا القاهرة عاصمة الخبر. استعاد الجيش الصومالي عدة مناطق من سيطرة عناصر حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة. وأفادت وكالة الأنباء الصومالية أن الجيش نجح في استعادة 9 مناطق بولاية جلمدج وسط البلاد، مؤكدا أن القوات قامت بتحييد 30 عنصرا من حركة الشباب وتدمير ومصادرة مركبات عسكرية. وذكرت أن العمليات العسكرية تتواصل بمناطق على ضفاف نهر شبيلي، حيث تستهدف نحو 200 عنصر من حركة الشباب تسللوا في المنطقة لتنفيذ هجمات إرهابية. والآن مع تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.
قال رئيس أركان الجيوش الأمريكية جنرال مارك ميلي إن الهجوم الأوكراني المضاد لم يفشل، ولكن الطريق نحو الانتصار النهائي لكييف لا يزال طويلا جدا. وأضاف ميلي أنه رغم بطء الهجوم المضاد إلى أنه يظل منتظما، وقال إن الأوكرانيين لا يزالون يملكون قوة ضاربة مهمة. هذا وتشن أوكرانيا هجوما مضادا منذ يونيو الماضي بهدف استعادة الأراضي التي احتلتها روسيا بعدما تلقت أسلحة من حلفائها الغربيين ودربت كتائب جديدة. ميدانيا أعلنت القوات الأوكرانية إجراء تقدم جديد في شرق البلاد. وذكر قائد القوات البرية الأوكرانية ألكسندر سيلسكي أن قواته استعادت السيطرة على قرية كليشتشفيشكا القريبة من باخموت. يأتي هذا التطور في إطار الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية ضد القوات الروسية خاصة في مناطق شرقي البلاد. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق شبه جزيرة القرم وأخرى فوق بيلغرود. هذا وكشفت مصادر عسكرية روسية عن تدمير مصنع الدبابات كانت تستخدمه قوات كييف لإعادة تأهيل وصيانة الدبابات والمدرعات. وأضافت أن المدفعية الروسية دمرت نقاط مراقبة وقيادة للجيش الأوكراني ومحطتي رادار أمريكيتي الصنع في منطقتي بيشانوي وبيترو بافيلوفكا في مقاطعة خاركييف. ناشدت المفوضية الأوروبية كلا من بولندا والمجر وسلوفاكيا اتخاذ موقف بناء تجاه واردات الحبوب الأوكرانية. وقالت متحدثة باسم المفوضية أنه يجب أن تعمل جميع الدول الأعضاء بروح الوفاق، مضيفة أنه الاجتماع الذي سيعقد مع ممثلي جميع الدول الأعضاء المعنية في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين سيتيح فرصة لمناقشة هذه القضية بشكل أكبر. وأعلنت كل من بولندا وسلوفاكيا والمجر في وقت سابق استمرارها في فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية رغم قرار المفوضية. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. ترامب يكرر اتهاماته بالتلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية في 2020. أهلا بكم. دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تعاون دول الاتحاد الأوروبي من أجل مواجهة الهجرة غير الشرعية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي تشهد احتجاجات من سكانها بسبب التخطيط لبناء مخيم للمهاجرين في الجزيرة. إن ما هو على المحك هنا هو المستقبل الذي تريد أوروبا أن تحدده لنفسها، لأن مستقبل أوروبا يعتمد على قدرة أوروبا على مواجهة التحديات الضخمة الهائلة التي تنتظرنا. ومن المؤكد أن الهجرة غير الشرعية هي أحد هذه التحديات، ورئيسة المفوضية الأوروبية تعرف ذلك جيداً. ومنذ بداية عملنا وجدت أنها كانت دائماً متعاونة للغاية في هذا الصدد، وأعتقد أن هذا مهم للغاية. من جانبها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين إنه على السلطات الأوروبية أن تحدد هي من يأتي إلى الاتحاد الأوروبي في أي ظروف. وأكدت فوندرلاين وفاء التكتل بالتزاماته فيما يتعلق بقضية الهجرة غير الشرعية.
أنا ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني موجودتان هنا لتقديم رد منسق من قبل السلطات الإيطالية والأوروبية، وأريد أن أكون واضحة للغاية. لدينا التزام كجزء من المجتمع الدولي، لقد أوفينا به في الماضي وسنفعل ذلك اليوم وفي المستقبل، لكننا سنقرر من يأتي إلى الاتحاد الأوروبي وتحت أي ظروف، وليس المتسللين والمهربين. خطة طوارئ جديدة لمساعدة روما في مواجهة سيل المهاجرين في ميناء لامبيدوزا الإيطالي. الاتحاد الأوروبي قدم خطة طوارئ لإيطاليا من 10 نقاط لمساعدة روما في التعامل مع الأزمة. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قالت إن خطتها تتضمن زيادة الدعم للوكالة الأوروبية للجوء ووكالة فرونتكس لمراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي لتسجيل الوافدين الجدد، إضافة إلى تسريع الدعم المالي لتونس التي ينطلق منها غالبية المهاجرين، والتحاور مع أبرز الدول التي يأتون منها مثل غينيا وساحل العاج والسنغال وبوركينا فاسو لإعادتهم في حال لم يستوفوا شروط اللجوء. ومن المقرر أن يعزز الاتحاد الأوروبي أيضاً مساعداته لنقل طالبي اللجوء من إيطاليا إلى أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي في إطار خطة طوعية لتقاسم المسؤولية عن المهاجرين، وخاصة النساء والقُصّر غير المصحوبين بذويهم. وهنا تتضح الأزمة، حيث يواجه برنامج الاتحاد الأوروبي لتقاسم عبء الوافدين الجدد مقاومة من العديد من أعضاء الكتلة. وكانت الحكومات اليمينية في بولندا والمجر الأكثر معارضة للخطة. وفي هذه الأثناء توقفت ألمانيا ذات الثقل السياسي في التكتل الأوروبي عن قبول المهاجرين الذين يعيشون في إيطاليا بموجب خطة التضامن الأوروبي، قائلة إن روما تفشل في الوفاء بالتزاماتها بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي. ليطفو على سطح البحر المتوسط خلافات بين ألمانيا وإيطاليا ومن قبل فرنسا وإيطاليا، التي ترى أن القواعد تضع عبئاً مفرطاً على الدول الحدودية، خاصة وأن الوافدين الجدد غالباً ما يرغبون في الانتقال والعيش في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. رئيسة وزراء إيطاليا جورجينا ميلوني رضخت للأمر الواقع وتعهدت بتحمل المسؤولية على عاتقها، فيما تعهد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني بطرح القضية أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. ومنذ أيام قليلة وصل 8500 مهاجر غير شرعي في نحو 200 قارب، وهو ما يمثل أكثر من إجمالي عدد السكان المحليين في جزيرة لامبيدوزا، وذلك وفقاً لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة. نبقى في الموضوع، وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من لندن علي استحكام الباحث في قضايا الهجرة. بعد تحية سيد علي، في الواقع حين تطرح دوما من وقت إلى الآخر في الداخل الأوروبي خطط طوارئ للتعامل مع قضية الهجرة غير القانونية، يستدعي ذلك سؤالا بالتبعية. حين نعلن عن خطة طوارئ، هل هذا يعني أن خطة واضحة المعالم مستدامة ليست موجودة على طاولة الاتحاد الأوروبي، بمعنى أن الخلافات بين هذه الدول ما زالت عائقة للوصول إلى اتفاق يضمن أمان كل هذه الدول مع بعضها البعض؟ نعم، كل الشكر والتقدير لحضرتك ولقناتكم الكريمة على هذه التغطية. طبعا ما حصل في آخر اجتماع لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي أشارت وبكل وضوح إلى يعني أحد أبرز الأسباب لدعوتها لدول الاتحاد الأوروبي لتعزيز صيغة التعاون والتضامن المشترك فيما بينهم للتعامل مع أزمة الهجرة غير الشرعية. طبعا كان هذا السبب هو يعني سلوك بعض دول الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع أزمة الهجرة غير الشرعية ورفضهم للمشاركة في تقاسم عبء الهجرة واللجوء
طبعا نستطيع ان يعني ان نلمس حاله يعني ان صح التعبير حاله الانقسام الواضحه بين دول الاتحاد الاوروبي وعدم وجود صيغه العمل المشترك فيما بينهم من خلال ما طرحته رئيسة الوزراء الإيطالية. فبحسب آخر تقرير لمنظمة UNHCR فيوجد هناك يعني عدد يوجد هناك تفاوت كبير جدا بأعداد ونسب يعني المهاجرين الذين تم استقبالهم بين دول الاتحاد الأوروبي. طبعا. هذا أيضا أعتقد برأيي يعكس حالة التوزيع غير العادل. بالرجوع للسؤال اللي سألته حضرتك، طبعا يعني حالة الانقسام واضحة، حالة عدم التضامن واضحة. دول الاتحاد الأوروبي أنا بوجهة نظري الشخصية يعني لا تتقدم أي خطوة إلى الأمام سوى باتجاه كثرة الدعوات والخطب الرنانة وكثرة الاجتماعات التي كانت وستظل بوجهة نظري. هنا السؤال يظل مطروحا يا أستاذ علي، فيما يتصل بخطط الاتحاد الأوروبي في تقاسم أعباء الوافدين، ما زال هناك انقسام واضح. دول كبيرة حتى إن ألمانيا من هذه الدول يعني التي أصبحت تضع يعني حواجز كبيرة جدا في مسألة الهجرة. أين تكمن نقاط الخلاف بالتحديد في هذه الخطة، خطة تقاسم الأعباء؟ نعم، أعتقد أنه يعني طبعا حضرتك سألت سؤال مهم جدا مشكورا عليه. طبعا يعني أعتقد أنه هو من أهم الأسباب الأساسية لوجود هذا الانقسام هو بصراحة هو عدم الالتزام. يعني توجد دول كثيرة يعني تعقد اتفاقات دون الالتزام بها. إضافة إلى ذلك يعني قد تكون هناك أسباب تخص كل دولة. مثلا يعني عندما نجد أنه يعني دولة يعني حسب مثلا آخر سأعطيك مثالا أنا أستاذ علي، ألمانيا وهي دولة ذات ثقل كبير في الاتحاد الأوروبي رفضت تماما استقبال أي مهاجرين من إيطاليا وفقا لهذه الخطة المتفق عليها. فدولة بحجم ألمانيا حين تقدم على هذا القرار فهي دولة كبيرة ومؤثرة أيضا. نعم طبعا بالتأكيد أخي الكريم. يعني ألمانيا يعني حقيقة عندما استقبلت الكثير من المهاجرين في سنوات السابقة ويعني كانت مثلها مثل بريطانيا تتحمل العبء الأكبر يعني مع وجود الكثير من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى التي تقف موقف المتفرج. فبالتالي هذا هو يعني الموضوع الأساسي، هذه هي النقطة الأساسية، أنه ألمانيا عندما يعني ترفض استقبال أعداد يعني أخرى من المهاجرين، فبالتالي قطعا هذا للسبب اللي ذكرته لحضرتك في البداية هو عدم وجود صيغة عمل مشترك والعمل كفريق لحل هذه الأزمة. يعني دولة تستقبل أعداد كبيرة وحسب ما ذكرت لحضرتك بتقرير الـ UNHCR الأخير أو الإحصائية الأخيرة، يعني دول تستقبل أعداد كبيرة ودول لا تستقبل أو دول ترفض من الأساس من البداية. فبالتالي عدم وجود يعني مثل هذه الحالة من صيغة العمل المشترك أعتقد أنه تكون هي موجودة كإحدى خلفيات اتخاذ مثل هكذا قرارات من دولة كبيرة وبحجم ألمانيا. طبعا مسألة أخرى إذا تسمح لي أخي الكريم سريعا أذكرها أيضا. نعم يعني أعتقد أن دول الاتحاد الأوروبي بدلا من أن تعقد الاجتماعات الكثيرة التي تظل حبر على ورق كما ذكرتها لحضرتك سابقا، أعتقد أنه من باب أولى تجد حلول جذرية مثل بالإضافة إلى العمل كفريق لحل الأزمة أيضا القيام بمكافحة مافيا التهريب التي هي تعتبر عنصر أساسي في يعني انتشار أو في تفاقم هذه الأزمة. يعني أذكر لحضرتك قبل فترة كانت حتى أثبت لحضرتك وللمشاهد الكريم أنه هي قرارات واجتماعات تظل حبر على ورق. قبل فترة ليست ببعيدة بأشهر بسيطة حدث اجتماع أيضا في روما وكانت من ضمن القرارات فيه أنه يجب أن يتم تشكيل فريق استخباراتي أمني قوي لمكافحة مافيا التهريب. ماذا حصل بعد هذا الاجتماع؟
ما حصل أي شيء أبدا، لم يتم تفعيل قرار واحد من قرارات روما. نعم. بالتالي يعني يجب أنه يتم حل الأمور هي بشكل يعني بجدية كما أشرت أستاذ علي. عوامل كثيرة متداخلة في هذه القضية. أنا أشكرك شكرا جزيلا من لندن علي استحكام الباحث في قضايا الهجرة. شكل نائب رئيسة الوزراء الإيطالية ماتيو ساليني وزعيمة اليمين المتطرف الفرنسي ماري لوين جبهة موحدة ضد الهجرة إلى أوروبا. وخلال لقاء عقد في بونتيدا بشمال إيطاليا تحضيرا للانتخابات الأوروبية لعام 2024، قالت لوين إن هذه الجبهة ستظل تدافع عن التقاليد والهوية الأوروبية في مواجهة ما أسمته بطوفان الهجرة، وشددت على رفضها لسياسات يجري فرضها الآن على الشعوب الأوروبية. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود إنقاذ 471 مهاجرا غير قانوني في البحر الأبيض المتوسط، وأضافت أن من بين الذين تم إنقاذهم 205 أطفال، حيث تم بالتعاون مع خفر السواحل الإيطالي الوصول إلى 15 سفينة في البحر. يذكر أن الأراضي الإيطالية استقبلت ما يقرب من 126 ألف مهاجر منذ بداية العام الحالي. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن هناك إشارات محدودة على أن الصين ربما تعيد الاتصالات العسكرية مع واشنطن. هذا وقد وصف البيت الأبيض المناقشات التي أجراها مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ووزير الخارجية الصيني وانغ يي في مالطا بأنها صريحة وموضوعية وبناءة. هذا ويعد اجتماع سوليفان مع وانغ هو الأحدث في سلسلة من المحادثات الرفيعة المستوى بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين، والتي يمكن أن تضع الأساس لاجتماع بين رئيسي البلدين جو بايدن وشي جين بينغ في وقت لاحق من هذا العام. قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مزاعم التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية في العام 2020 التي خسر فيها مكانه في البيت الأبيض، وقال لقد كان استنتاجه أن الانتخابات تم تزويرها، مضيفا أنه اعتمد في هذا الاستنتاج على غرائزه. هذا ويواجه ترامب حاليا 4 محاكمات جنائية متزامنة، منها 2 تتعلقان بمحاولاته إلغاء خسارته عام 2020 أمام بايدن. في الملف النووي الإيراني، حث الاتحاد الأوروبي طهران على إعادة النظر في قرارها الخاص بمنع العديد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفين بالإشراف على أنشطتها النووية. أعرب بيتر ستانو المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية عن الشعور بالقلق البالغ إزاء قرار إيران، مؤكدا أن مثل هذه الرقابة جزء من الاتفاق النووي الإيراني. في أخبار الاقتصاد، توقع استطلاع لرويترز أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة ربع نقطة أساس الأسبوع الجاري لتصل إلى 5.5%، وهو أعلى مستوى منذ العام 2007. وأشار المشاركون إلى أن رفع الفائدة في سبتمبر ربما يكون الأخير في سلسلة التجديد النقدي. ورجح الاستطلاع أن تكشف بيانات شهر أغسطس ارتفاع التضخم بسبب زيادة أسعار البنزين. هذا وتعاني بريطانيا من مستويات تضخم أعلى من أي اقتصاد متقدم رئيسي آخر. تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة السويسرية للمطالبة بزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد في ظل الزيادة الحادة في فواتير الكهرباء، مع ترقب ارتفاعها بنحو 18% في عام 2024.
توجه حوالي 20,000 شخص إلى بيرن، وأفاد المنظمون في بيان أن الاحتجاجات الكبيرة تبعث رسالة واضحة في بلد غني مثل سويسرا بأنه يوجد ما يكفي من المال ليتمكن الجميع من العيش برخاء. إلى هنا تنتهي نشرتنا وهذه تذكرة بالعناوين. رئيس المجلس الرئاسي الليبي يطالب بدور رقابي أممي على جهود الإنقاذ والتعافي بالمدن المنكوبة. رئيس الأركان الأمريكي يؤكد أن الهجوم المضاد الأوكراني لم يفشل وطريق انتصار أوكرانيا لا يزال طويلاً. رئيسة الوزراء الإيطالية تدعو إلى تعاون أوروبي لمواجهة الهجرة غير القانونية. ودوما مشاهدينا، لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، إكس، إنستغرام، يوتيوب. بإمكانكم أيضا متابعة القاهرة الإخبارية على التردد 11.747 فيرتيكال. كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال QR كود الظاهر على الشاشة أمام حضرتكم. نشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله، إلى اللقاء.